النهارده والله في لقطه انا اشفقت على محمد صلاح. لقيت ماني معاه ادريس اجناجي بكلمه جيد بتاع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ملعب رائع ومعاه كوليبالي طبعا، ثلاثة أربعة ملمومين طبعا، وعيني صلاح واقف لوحده. اللي بيروح له مثلا يعني امام عاشور مش عارف، حسيت ان عصابه ملموم على محمد صلاح. انت فاهم؟ اه والله. لا وماني مش سالك، لا ماني امام بيحط ايده على دماغه، راح زي ايده نرفزه. انت فاهم؟ زي ايده لما راح قال له لا انا هحطها لك هنا، لما صلاح بيقول له خد بالك قال له لا انا هحطها لك هنا، وربنا خسف بيه مع انما في طريقه اللعب شويه عايز صلاح يفوقوها كريم برضو في نقطه. ان الفتره الجايه وماتشين السنغال ما ينفعش هدافع هنا في مصر، ما ينفعش باي حال من الاحوال، انا لازم اروح عليهم بس بحذر لان هم